رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يؤكد أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها على يد الندوة الوطنية الجامعة في رسالة إلى الأمة في مناسبة عيد النصر. العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا في صلب لقاء نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطال عمامرة ورئيس الوزراء الإيطالي بالعاصمة روما. الفريق أحمد قايد صالح يحيي الشعب الجزائري الذي تحلى بدرجة عالية من التحضر والوعي والنضج وتصرف بطريقة مشرفة وبوطنية عالية خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار. رالي توارق الجزائر 2019 حدث رياضي دولي وفرصة لهواة السياحة الصحراوية. الخامسة بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمة في مناسبة عيد النصر، هذا جانب منها. نحتفي اليوم بعيد النصر، عيد أطلق عليه شعبنا تسمية هو حقيق بها، إذ كان يوم 19 من مارس 1962 يوم انتصارنا حسا ومعنا على الاستعمار حين أذعن واعترف بحقنا الشرعي في الاستقلال والسيادة. وأضاف رئيس الجمهورية: ترحموا بخشوع وإجلال على أرواح شهدائنا الأمجاد، كما أتوجه بتحية أخوية حارة إلى من بقي على قيد الحياة من المجاهدين والمجاهدات. إن بلادنا، يقول رئيس الجمهورية، مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري. إن مهمة هذه الندوة مهمة حساسة، لأنها هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة، القفزة التي ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبث فيه الشعب عن طريق الاستفتاء، تعديلا يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتدأه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، سيخول للندوة الوطنية الجامعة أن تتداول بكل حرية حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مستقبل مثقل بالتحديات في هذا المجال، مستقبل في حاجة حقا إلى إجماع وطني حول الأهداف والحلول لبلوغ تنمية اقتصادية قوية وتنافسية، تنمية تضمن الاستمرار في نمطنا الاجتماعي المبني على العدالة والتضامن. إن هذا النهج سيسهم، يضيف رئيس الجمهورية، لا محالة في تحرير الجزائر من التبعية للمحروقات ومن تذبذب السوق العالمية لهذه الثروة، كما أن تعزيز بلادنا اقتصاديا واجتماعيا سيجعلها تقوى أكثر فأكثر على الحفاظ على سلامة ترابها وأمنها في محيط مباشر ملتهب وفي عالم مثقل بمخاطر الأزمات المتعددة الأشكال. صحيح أن للجزائر جيشا وطنيا شعبيا سليل جيش التحرير الوطني، جيشا يتميز بالاحترافية العالية وبروح التضحيات المثالية، إلا أن أمن البلاد واستقرارها في حاجة كذلك إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز به ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية، لكي يتمتع هو بالعيش في كنف الاستقرار والسكينة. ذلكم هو المستقبل، يقول رئيس الجمهورية، الذي يكون بعون الله أفضل عرفان نقدمه أو تقدمه بلادنا لشهدائها الأمجاد ولمجاهديها الأشاوس. تلكم هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي إلى جانبكم وفي خدمتكم، لكي تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد، لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو مزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية. عاشت الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. في التعاون، استقبل اليوم نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرة
من قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسبي كونتي، حيث سلمه رسالة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما تناول الطرفان العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، وتطرقا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. السلام عليكم. Oui, j'ai eu le privilège d'être reçu longuement ce matin par le président du Conseil des ministres italien, auquel j'ai remis un message écrit du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, entrant dans le cadre des consultations régulières entre nos deux pays, fondées sur le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui lie nos deux pays. L'Italie est un pays partenaire important de l'Algérie, c'est notre premier client. L'Italie est un pays qui joue un rôle important en Europe, dans le bassin méditerranéen, en Afrique. Nous avons donc saisi cette opportunité pour faire le point. Et donc, à l'endroit de nos partenaires internationaux, l'Algérie qui est connue pour exporter la paix, la sécurité, la stabilité, l'Algérie qui est connue pour avoir un soft power en termes de culture, de valeur. L'Algérie, donc, rassure ses partenaires internationaux sur le fait que ce moment privilégié de notre histoire est un moment qui se passe en famille, si je puis dire, qu'il n'y a pas de préoccupation particulière à avoir pour nos partenaires internationaux et que, en tant qu'État, en tant que peuple, nous sommes profondément attachés au principe de la non-ingérence dans nos affaires intérieures. Nous rassurons nos partenaires et nous leur disons, continuons à développer notre partenariat mutuellement avantageux, continuons à faire le travail diplomatique normal d'information mutuelle, mais prenons garde à ce que des forces occultes, des ONG, des individus, que sais-je, développent des intentions d'ingérence, d'intervention dans nos affaires intérieures, parce que là, c'est toute la nation algérienne qui, comme une seule personne, s'opposerait à ce genre de velléité. في إطار التفقد الدوري لمختلف النواحي العسكرية ومتابعة لتنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2018-2019 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي، يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار. الزيارة استهلت من موقع رجان، فبعد الاستقبال قام السيد الفريق رفقة اللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة بتفقد وتفتيش بعض الوحدات على غرار القاعدة الجوية، كما قام بتدشين ثكنة جديدة تضم وحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم بعدها. وبالقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد هذا القطاع، حيث ألقى في المناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بعد، قدم فيها أسمى آيات التقدير والإجلال للشعب الجزائري الأبي الذي تحلى بدرجة عالية من التحضر والوعي والنضج وتصرف بطريقة مشرفة وبوطنية عالية. لقد أثبت الشعب الجزائري اليوم في هذه الظروف الحالية حسن وطنيا بل وحضاريا بالغ رفعة ينم عن وعي شعبي عميق أدهل الجميع في كافة أصقاع العالم. في ظل هذا الوعي المدرك لقدسية الوطن والأمنه واستقراره، وجدد اليوم ما تعهدت به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما وفقا لمهامه الحصن المحاصين للشعب والوطن في جميع الظروف. فكل ذي عقل وحكمة يدرك بحسه الوطني وببصرته البعيدة النظر بأن لكل مشكلة حل بل حلول،
فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى دون حلول مناسبة بل وملائمة. هذه الحلول التي نؤمن أشد الإيمان بأنها تتطلب تحلي بالروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت بإذن الله تعالى وقوته. إن الأمل في أن تبقى الجزائر دائما وابدا فوق كل التحديات هو أمل قائم ودائم، أمل يتجدد في النفوس والوجدان وينبعث في القلوب والأذهان، أمل يحمل في طياته البشرى بغد أفضل وبالقدرة على ربح الرهانات. كل الرهانات هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي بأنه من صنعه وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قوته المسلحة. ومواصلة لمسعى تجسيد برنامج الإنعاشية الاقتصادية الرامي إلى تشجيع وتدعيم المنتوج الجزائري وتطبيق لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية لا سيما الميكانيكية منها لأجل تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي. مواصلة لهذا المسعى قامت شركة سباسابل أمبي رويبا بتسليم 252 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس بانز لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني. في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 57 لوقف إطلاق النار عيد النصر وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الاهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيال من خلال إحياء مختلف الأعياد والمناسبات الوطنية وتنفيذا لمخطط الاتصال سنة 2018-2019 يحتضن اليوم المتحف المركزي للجيش الوطني الشعبي الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد نشاطات مخلدة لعيد النصر. برنامج الاحتفالات يتضمن تنظيم ندوة تاريخية ينشطها أساتذة جامعيون بالإضافة إلى شهادات حية لمجاهدين عايشوا الحدث وإقامة معرض للصور التاريخية إضافة إلى نشاطات أخرى مخلدة للذكرى. للإشارة فإن برنامج النشاطات سيتواصل إلى غاية 30 من مارس الجاري. وفي المناسبة وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أشرف اليوم اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة أشرف على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري بتمنراست على اسم الشهيد ملياني أبو بكر. في المناسبة تم تكريم عائلة الشهيد بحضور ضباط وإطارة الناحية العسكرية السادسة إلى جانب الأسرة الثورية للمنطقة وعائلة الشهيد. وعشية الاحتفال بعيد النصر دائما مرافق شبانية تم وضعها حيز الخدمة ببلديتي ولاد هداج وبدوا وبومرداس كما تم تدشين دار للجمعيات وسط أجواء احتفالية بهيجة. وفي المناسبة تناول منتدى جريدة المجاهد اليوم أهم المحطات والآليات التي اتبعتها الحكومة المؤقتة في الفترة الانتقالية ما بين 19 من مارس والخامس من جويليا 62 والتي تميزت في قيادتها شخصيات وطنية بارزة أبرزها المجاهد عبد الرحمن فارس. الندوة تخللتها شهادات لمجاهدين عايشوا الحدث. إلى ولاية شلف التي عاد بها النشاط التجاري لسوقها الماشية ببلدية واد سلي بعد شهرين من الإغلاق بسبب مرض طاعون المجشرات الصغيرة الذي طال الأغنام والأبقار في حين تتواصل حملة التطعيم في مرحلتها الثانية على مستوى الولاية. المزيد من التفاصيل مع رضية تشاتشي. بعد شهرين من إغلاق سوق المواشي بولاية شلف بسبب الأمراض التي طالت الأبقار والأغنام، ها هو النشاط يعود إليها من جديد بعد حملة التلقيح الواسعة التي باشرتها وزارة الفلاحة الشهر الماضي، حيث تم تطعيم أزيد من 46 ألف رأس في ظرف 10 أيام على مستوى الولاية. هذه الحصة الأولية، استلمنا مؤخرا كذلك الحصة الثانية المقدرة ب 35 ألف جرعة
وراح رانا بدينا بشرنا فيها، وهذا للقضاء على مرض طاعون المشترط الصغيرة. موازاة مع ذلك كاين التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية عند الأبقار. ومع إعادة فتح سوق بلدية واد سلي للمواشي، تنفس مئات المربين الصعداء مع إحياء النشاط التجاري الذي يبقى حسبهم يفتقر إلى شروط التنظيم. الأمراض هذو راهم راحوا وداروا الدواء اللي هو اللي ينفع، والحمد لله. نطلبوا منكم من رب العالمين توسعوا لنا السوق. احنا السوق يديروا لنا تحتها ويسقموا لنا سوقنا ويصنعوه لنا بالباه نربطوا ويديروا لنا جوابي باش يشربوا ذي الحياه ومباجركم، يشربوا ذي الزوايل، يشربوا الماء ويصنعوا لنا طارق ونربطوا. مطالب ينتظر المربون ان تتحقق من اجل اعطاء دفع اكبر لتجاره المواشي بالولايه. نبقى في قطاع الفلاحة، ومن سوق المشية بشلف إلى سوق الفواكه الاستوائية بولاية تمنراست التي تعرف وفرة هذه الأيام، مما جعل الإقبال على اقتنائها في تزايد مستمر. ومن جهة أخرى يطالب المواطنون والتجار بتوفير فاكهة المونغا وتسهيل جلبها من خلال تجارة المقايضة. فاطمة الزهراء من فرجلها. الأناناس وجوز الهند من الفواكه الاستوائية الأكثر رواجاً بسوق الأصهار هذه الأيام، وتتزود بها ولاية تمنراست ضمن تجارة المقايضة ويزداد الطلب عليها. هذو اللي جابوهم ما شاء الله زعما فاكهة طبيعية، الحمد لله زينة في وقتها، جات في الوقت المناسب. اللي يجيبوا فيها من البنين وتدخل على النيجر ومن هنا تجي في لابوست يشرو فيها من عين قزام. وشغل انا البيع تاعها غير هنا داخل لافوار، داخل الاسيار تاع تمنراست. يراقبوهم ويطلعوا ويحوسوا ويشوفوا السلعه ويشوفوا الكميه ويديروا لهم باصافه تاعهم وتلحق تمنراست. من جهة أخرى أدرجت فاكهة المانجا ضمن قائمة المنتوجات الغير المرخصة للبيع. أما المتجول في الأسواق فهو يلاحظ تواجدها بكثرة، وأمام هذه المفارقة اقتربنا من الجهات المعنية للتوضيح أكثر. الشعب حب يأكلوا، الشعب يطالبوا منه ياسر. دروك هاو ب 40,000 كان دار هو 10,000 15,000. هذا الشيء ممنوع، هذا الشيء راهم الناس راهم مشيوا في الخطأ، راهم يمشيوا في لازمو، ويتم حجز المنتوجات هذه. صرات ديجا كاين حجز تاع منتوجات. المونك ممنوع، يعني ممنوع داير المنع بسبب امراض وسبب واحد الذبابات. يعني هذا بحكم انه يعني التجربه جات من الجزائر، الخبره الجزائريه هي اللي قالت. على مستوى مدير، على مستوى وزاره الفلاحه، ما بين راهي تدخل بطريقه غير شرعيه، يسهل وتستافد الدوله، تستافد الجمارك، يستافد الشعب، تستافد لي زامبو، وتكون بطريقه شرعيه من الاحسن، تكون مراقبه احسن. تمويل اسواق المناطق الحدوديه لكل من تمنراست، ادرار، الليزي وتندوف بهذه الفواكه الاستوائيه اجراء تضمنه الجهات الوصيه، فيما يبقى الحفاظ على صحه المستهلك من الاولويات. اما توسيع عمليه التوزيع الى ولايات الشمال فهو مطلب الكثيرين. في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس إثر عمليات متفرقة بكل من عين صالح وعين قزام وبرج باجي مختار، أوقفوا 5 مهربين وحجزوا كمية معتبرة من المواد الغذائية والوقود، بالإضافة إلى 3 مطارق ضغط ومولد كهربائي ومركبتين رباعيتي الدفع. وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك الوطني بمستغانم تاجر مخدرات بحوزته 19 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 4 أشخاص على متن شاحنتين محملتين بأزيد من 30,000 وحدة من مختلف المشروبات بكل من سعيدة وبرقلة. من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 15 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وغردايا. في أخبار العالم، أكدت الشرطة النيوزيلندية أنها ستبقي على حالة التأهب الأمني في البلاد على مستوى عال نتيجة تداعيات الاعتداء الإرهابي على مسجدين الجمعة الماضية. وفي سياق متصل، قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز للحصول بشكل رسمي على مواد قد تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري الخاص بالهجوم على المسجدين.
إلى زيمبابوي، حيث قدر الصليب الأحمر الدولي ومسؤولون حكوميون أن أكثر من 150 شخصا لقوا مسرعهم وفقد المئات، وأكثر من 1.5 مليون شخص تضرروا من الدمار والفيضانات التي سببها إعصار إيداي الاستوائي الذي اجتاح المنطقة. هذا وأعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولي أن نحو 90% من مدينة بييرا الساحلية دمرت بفعل الإعصار. في الرياضة، انطلقت صباح اليوم ببشارة المرحلة الثانية من رالي توارق الجزائر، مرحلة امتزجت فيها الرياضة والسياحة ضمن مسار مغلق. بابن عباس، تفاصيل مع دنيا حجاب. انطلقت المرحلة الثانية ضمن فعاليات رالي توارق الجزائر الدولي بالمدينة السياحية تغييت ولاية بشار في إطار الطبعة الأولى لرالي توارق الجزائر 2019. وهذه مرحلة من أصعب المراحل، فيها 90 كيلومتر حمادة و 90 كيلومتر قاليدين، وانا نشوفوا كل الاجانب فرحانين على باسكو هما يحبوا كل ما تكون صعوبات يحبوا لا سبيسيال هذه، وهذه من لي سيت سبيسيال الاصعب كاع. مانيفيك بيي، مانيفيك بلد رائع، مناظر خلابة، جمال الطبيعة والكثبان الرملية. ستكون حتما مرحلة صعبة خاصة مع أبطال هذا الاختصاص من فرنسا وإيطاليا إلى جانب المتسابق عبد القادر الجزائري. والحمد لله يا ربي درت له ماكسيموم تاع اللي نقدر عليه ودخلت الثالثة بوزيسيون. سباق المرحلة الثانية من تغيت إلى غاية بني عباس لمسافة 150 كيلومتر ستكون فيه المنافسة صعبة في الرمال والصخور. وكانت لنا الفرصة باش نشاركوا في هذا الرالي اللي هو ثاني أقوى رالي بعد الداكار، والحمد لله يا ربي البارح تحصلنا على المرتبة الخامسة ومباركي تحصل على المرتبة الثالثة إن شاء الله بربي اليوم كاش ما نديرو. كثبان رملية جميلة، وأنا مستعد لخوض غمار هذه المرحلة الصعبة من الرالي. يعد رالي توارق الجزائر من المواعيد الرياضية التي تساهم في تطوير النشاطات السياحية بالمناطق ذات المؤهلات السياحية القوية على غرار تغيت وبني عباس، بني عباس التي ستكون نقطة وصول المرحلة الثانية من رالي توارق الجزائر الدولي. ونحن بدورنا أتينا إلى نقطة ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يؤكد أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها على يد الندوة الوطنية الجامعة في رسالة إلى الأمة في مناسبة عيد النصر. العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا في صلب لقاء نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطالع مامرا ورئيس الوزراء الإيطالي بروما. الفريق أحمد قايد صالح يحيي الشعب الجزائري الذي تحلى بدرجة عالية من التحضر والوعي والنضج وتصرف بطريقة مشرفة وبوطنية عالية خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار. رالي توارق الجزائر 2019 حدث رياضي دولي وفرصة لهواة السياحة الصحراوية. للتواصل معنا مشاهدينا الكرام عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.